الصالون الدولي الثاني والعشرين اللي انعقد السنة هذه في الشيراتون، في بدايته كان مختص فقط في الحج والعمرة، لكن لو تلاحظوا سعادتكم انه السنة هذه في عندنا إعاشة، في عندنا نقل، في عندنا طيران، في عندنا شركات عمرة، في عندنا منصات إلكترونية، في عندنا تنوع، يعني حتى مو بس فنادق وعمرة فقط، لا في تنوع حتى المنصات الإلكترونية عشان نواكب التطور التكنولوجي، وعشان أي سائح أو أي مواطن يعيش تجربة إنه يختار هو ويخطط هو لرحلته، يعني تعيش تجربة إنك تخطط رحلتك من أنت بنفسك، يعني ما تحتاج تروح لوكالة، لا تدخل في منصة تختار رحلتك وتعيش التجربة الفريدة هذه من نوعها اللي تبقى خالدة في ذاكرتك.